339 يوما على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يزال جيش الاحتلال يمارس سياساته العقابية والتجويع ضد الشعب الفلسطيني، متحديا بذلك كل الأعراف والقيم الإنسانية والأخلاقية. في المقابل، تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات للأشقاء في غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومنه إلى القطاع. المزيد يطلعنا عليه زميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي إليكم من محافظة شمال سيناء ومن أمام معبر رفح البري الواصل بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، ونحن نرصد الشاحنات والمساعدات الإغاثية التي تعبر عبر مصر إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال معبر كرم أبو سالم، والذي يبعد عنا في هذا الاتجاه من معبر رفح نحو 3 كيلومترات فقط، وهو المعبر الذي معبر ثلاثي يصل بين مصر وإسرائيل من جهة وإسرائيل وغزة من جهة أخرى. وفي هذا اليوم منذ الصباح تم عبور نحو 70 شاحنة عبرت إلى كرم أبو سالم محملة بالمواد الإغاثية المختلفة من مواد غذائية ومواد طبية وقارورات مياه إلى آخره، وأيضا عبرت 4 شاحنات محملة بالغاز، ولكن عاد البعض منها مرة أخرى بنفس الحمولة بعد رفض الجانب الإسرائيلي لاستقبال هذه الحمولات دون إبداء أي أسباب كما هو المعتاد، ضمن سياسة التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني من منع دخول العديد من المواد الإغاثية إلى قطاع غزة. ولكن حتى الآن ما زلنا نحصي عدد السيارات التي تخرج، لأنه خرج عدد محمل وخرج عدد قليل أفرغ حمولته، وبقي عدد آخر هناك لم نعرف حتى الساعة ما إذا كان سيعود بحمولته أم سيقوم بإفراغها ومن ثم يتم إدخالها إلى قطاع غزة. على الجانب الصحي، اليوم تبدأ أو بدأت المرحلة الثالثة أو الجولة الثالثة لتطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال، والتي تستمر حتى يوم 11 من سبتمبر الجاري، مستهدفة بذلك نحو 150 ألف من الأطفال دون سن العاشرة. ونحن نتحدث الآن نسمع أصوات لقصف من وراء السور الفاصل بيننا وبين قطاع غزة، هنا وهنا بدأ منذ قليل على فترات متباعدة، وما زلنا نتابع الأحداث لحظة بلحظة من أمام معبر رفح. كان معكم باسم أبو العنين، التلفزيون المصري.